يقول فضيلة الشيخ غير خاف عليك وفقك الله أن الشاب يصاحب أصدقاء كثر، فما هي مواصفات الصديق الذي تنصحون به؟ نعم، هذا سؤال مهم، والصحبة لها تأثير على المصاحب، ولهذا قال الأول عن المرء لا تسأل وسل عن قرين، وكل قرين بالمقارن يقتدي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مثل الجليس الصالح بحامل المسك، إما أن يعطيك تبرعا أو يبيع عليك أو تجد منه أحدا طيبا، وجليس السوء بناك فكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريمة. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، فإياك وقرناء السوء، واحرص على قرناء الصلاح والخير الذين يعينونك على البر والتقوى وينهونك عن الفحشاء والمنكر. وبإمكانك أن تختبر الأصحاب، إذا صحبتهم أسبوعا أو عشرة أيام عرفت من هو أهل للمصاحبة ومن ليس أهلا، فإياك إياك أن تصاحب من لا خير فيه، سواء كان ذلك في أفكاره وعقائدهم أو في أخلاقهم أو في عباداته. أسأل الله أن يهيئ لنا ولكم قرناء صالحين، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.